اللي استهل بفوزين على النصر ثم الظفرة قبل أن يخسر في مواجهة الوصل في الجولة السابقة، ليجمع 6 نقاط من 3 مباريات مكنته من التقدم في الترتيب، محتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة، لكن على الجانب الآخر حتى مطالب بالسعي للعودة بالعلامة الكاملة من معقل مضيفة من أجل تعزيز حظوظه في الخروج من نفق الفرق المهددة بالهبوط، لأنه يحتل الإعصار المركز قبل الأخير بلال هذه المباراة عن تقديم الحضور الكبير والتسديد. أول الأهداف لكن كرة بتضيع، كرة بتضيع غريبة يا فاندر فييرا، غريبة جدا يا فاندر فييرا أمام المرمى، فاندر فييرا ضيعها والبداية هذه الطريقة، البداية بهذه الطريقة فاندر فييرا أهدر كرة سهلة جدا للتسجيل، سهلة جدا للتسجيل، فاندر فييرا أهدر كرة لا تهدر أبدا في اللحظات الأولى، كاد بأن يفعلها فاندر فييرا ويسجل واحد من أسرع أهداف دوري الخليج العربي فقط من التحريك. الكرة وصلت لمحمد إبراهيم، نقلها ليوسف سعيد، ويوسف سعيد سددها، شال حارس المرمى فاندر فييرا أمام المرمى، فاندر فييرا ضيعها، فاندر فييرا ضيع الكرة الماضية ومعها ضاعت المحاولة الأولى وسقط على أرضية الملعب فاندر فييرا. شوف المرمى خالي أمامه، لكن فاندر فييرا سددها، الكرة راحت بجوار القائم، ضاعت الكرة الأولى والمحاولة الأولى لمصلحة نادي الشارجة. الشارجة يبدأ التهديد بدري، كاد بأن يسجل أول الأهداف بالسلامة إن شاء الله لفاندر فييرا. كما ذكرت الإعصار يحتل المركز قبل الأخير ب10 نقاط، لا يفصل عن متذيل الظفرة سوى نقطة واحدة، حتى اللي بدأ الدور الثاني بالتعادل مع شباب الأهلي دبي قبل أن يسقط أمام العير من سوداسية، عاد بعدها ليتعادل مع الإمارات في الجولة الماضية. عبد العزيز العنبري قلل من تأثير الخسارة أمام الوصل في الجولة السابقة، وقال بأن عناصر الفريق تجاوزوا ما حدث في اللقاء السابق وباتوا جاهزين لمواجهة حتى تركيزهم منصب على هذه المواجهة. المدرب اللي تحدث على ضرورة التعامل مع المباراة بجدية أكبر عطفا على المستويات المميزة اللي يقدمها المنافس خاصة في الجانب الهجومي. العنبري أيضا تحدث عن غياب اليوم الثلاثي شاهين ومحمد جابر إضافة إلى المحترف البرازيلي ويلتون سواريز، لكن ثقته في قدرة البدلاء على القيام بالمهمة من خلال هذا اللقاء. من جانبه المدرب السوري نزار محروس مدرب حتى يتمنى بأن تنجح إرادة اللاعبين في تخطي الغيابات اللي يعاني منها الفريق، خاصة في الخط الخلفي اللي اليوم يفتقد العديد أيضا من الأسماء في هذه المباراة ومن خلال هذا اللقاء، ويتمنى بأن يقدم اللاعبين مستويات جيدة في الفترة الحالية. المدرب اللي قال بأن كل مباراة يدخلها نادي حتى بتركيز وبرغبة كبيرة في تحقيق الفوز، وطالب لاعبيه بالتكاتف والأداء بقوة من أجل تحقيق تطلعات أنصار الفريق. الكرة موجودة الآن، فاندر فييرا نقلها كرة عرضية لكن تتخلص أيضا هذه وتبعد بالسلام إن شاء الله لفاندر فييرا اللي ساقط على أرضية الملعب، أو يعود يكمل المباراة مع زملاء فاندر فييرا، واحد من الأسماء الممتازة. الكرة العرضية تتخلص وتبعد، لكن أهدر كرة سهلة جدا، أهدر كرة لا تهدر أبدا. فاندر فييرا كان بإمكانه بأن يضع نادي الشارجة في المقدمة، لكن كرة تضيع تعود مرة أخرى، هجمة لمصلحة نادي حتى اللي يحاول الآن، هذه كرة خطيرة وفي الشباك، نعم فعلها الإعصار، فعلها الإعصار أحمد خميس، سجل في مرمى فريق السابق، سجل في مرمى العين، الآن يسجل ثاني الأهداف في هذا اللقاء، يسجل ثاني الأهداف الشخصية له في هذه المباراة وأول أهدافه اللي
يضع نادي حتى في المقدمة. نعم أحمد خميس يسجل ثاني أهدافه في هذا الموسم وأول أهداف هذا اللقاء. أحمد خميس يضع حتى في المقدمة، يضع الإعصار في المقدمة فقط بعد مرور دقائق أولى. التمريرة كانت ممتازة وصلت لأحمد خميس، أحمد خميس نهاها في الشباك وسجل الهدف الأول للإعصار، والإعصار يتقدم على الشارجة. الإعصار يتقدم على الشارجة، مباراة تبدأ بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. محاولة رائعة من سامويل روزا، هو اللي نقل الكرة العرضية اللي وصلت لي أحمد خميس، وأحمد خميس أنا في الشباك. أصبحت النتيجة 1-0 حتى يتقدم على نادي الشارجة. الإعصار فقط يحتاج إلى 5 دقائق. الكرة الأولى اللي ضيعها فاندر فييرا، على طول يأتي العقاب بعد ذلك من نادي حتى ويسجل الهدف الأول ويبحث الآن بأن يضيف مزيدا من الأهداف في الدقائق القادمة من هذا اللقاء. الكرة وصلت وعدت إلى رمية تماس، كانت هنالك أيضا مبادرة من عبد العزيز محمد عزوز ومن أيضا عدنان الطلياني نجم نادي الشعب سابقا. الآن بعد القرار التاريخي بدمج الشعب ونادي الشارجة ليصبح في كيان واحد، طالبوا الجماهير بأن يحضروا وأن يقفوا خلف الفريق وأن يكون لهم تواجد، يملؤون جنبات هذا الملعب. الأستاذ خالد بن محمد الملعب اللي يحتضن هذه المباراة وجماهير الشارجة تبحث عن إعادة الابتسامة، تبحث عن إعادة الابتسامة، عهد جديد لكرة القدم بعد دمج الناديين الكبيرين في كيان واحد الشارجة والشعب من أجل بناء مستقبل أفضل للعبة في الإمارة الباسمة. وبطموحات الماضي وإنجازاته يبحث نادي الشارجة عن استعادة مجده مرة أخرى بعد الحالة الجديدة اللي يعيش البيت الأبيض في ظل الإبقاء على المدرب عبد العزيز العنبري، مدرب اللي يبحث بأن يكون أيضا له بصمة في تاريخ نادي الشارجة كما كان له بصمة كلاعب، يتمنى بأن يكون له بصمة كمدرب في هذا الموسم. الكرة موجودة الآن، محاولة في الجهة اليسرى، منقولة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن تتخلص هذه وتبعد. عدت مرة إلى رمية تماس، رمية تماس، الوقت يمر والأمور تبقى بهدف مقابل لا شيء. التسديدة تعلو العارضة من سامويل روزا، مزعج هذا اللاعب سامويل روزا، مزعج جدا سامويل روزا، اللاعب اللي صنع الهدف الأول ودائما ما يصنع الفرحة لنادي حتى، يبحث بأن يصنع اليوم أيضا الابتسامة لهذا المدرب نزار محروس. نادي الشارجة أهدر كرة سهلة جدا في الدقائق الأولى، كاد بأن يفعلها مع اللحظات الأولى عن طريق اللاعب فاندر فييرا. ردة الفعل كانت سريعة من نادي حتى وسجل عن طريق اللاعب أحمد خميس. الكرة موجودة الآن في الجهة اليمنى، محاولة لكرة عرضية عالية لكن تتخلص هذه وتبعد، تعود إلى جابرييل، جابرييل نقلها في الأمام. محاولة موجودة الآن لنادي حتى اليوم يدخل هذه المباراة بعبد الله القميش في حراسة المرمى، حمدان قاسم، روبوتان، فرناندو، جابرييل، عبد الله النوبي، سامويل روزا. الكرة فيها تدخل، حكم المباراة يحتسب خطأ في اللقطة الماضية وضربة حرة مباشرة. أدريان روبوتان هو اللي ارتكب الخطأ، أدريان روبوتان ارتكب الخطأ. عبد الله النوبي، سامويل روزا، يوسف السيد، وأحمد خميس، محمود حسن، محمد جمال، عمر السعيد. هذه تشكيلة نادي حتى، بينما نادي الشارجة يبدأ بأحمد جمعة في حراسة المرمى، الحسن صالح، يوسف السعيد، محين خليفة، عبد الله غانم، شوكروف، ومحمد إبراهيم، سيف راشد، عيسى أحمد، حمد جاسم، وفاندر فييرا. هذه تشكيلة الملك يا فاندر فييرا. فاندر فييرا أهدر كرة لا تهدر أبدا مع اللحظات الأولى. الآن كرة عرضية عالية بالرأس لكن تتخلص هذه وتبعد، تعود مرة أخرى للنوبي، ينقلها طويلة أمامية. 9 دقائق والنتيجة
مستمرة بتقدم لحتم على نادي الشارجة. التاريخ يتحدث بأن الفريقين تواجها في العديد من المباريات، هذه هي المواجهة رقم 6 ما بين الشارجة وحتم، المواجهة رقم 6 ما بين الشارجة وحتم في بطولة الدوري. فاندر فيرا يمر الكرة في الجهة اليمنى، محاولة وصلت لسيف راشد، سيف راشد شكروف يبحث عن زميل شكروف، نقلها لمحين. أجواء جميلة اليوم إجازة، لكن الحضور الجماهيري الآن بدأت الأعداد تزداد. عدنان الطلياني وعبد العزيز محمد وجهوا دعوة لجماهير الشارجة. عدنان وعزوز نجمين قدموا الكثير لكرة القدم الإماراتية، وقدموا الكثير لنادي الشارجة ولنادي الشعب سابقا، الآن أصبحوا في كيان واحد يمثلون إمارة الشارقة في دوري الخليج العربي. والبيت الأبيض الآن بعد أن أصبح بقيادة المدرب المواطن عبد العزيز العنبري، الأداء تغير أصبح أفضل من المرحلة الماضية جابرييل، المرحلة اللي كان يقودها المدرب بيسيرو. كرة ملعوبة 11 دقيقة، 11 دقيقة وشوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان مستمر بالتقدم لنادي حتى. الكرة موجودة الآن، سيف سيف داخل منطقة الجزاء، هيا علي فاندر فييرا، فاندر فييرا نقلها إلى يوسف سعيد، يوسف سعيد يحاول بها عرضية من يوسف، الكرة عدت ومرت إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية عم زايد. ومبادرة رائعة من نادي الشارجة باستدعاء كل اللاعبين الموجودين في البراعم في نادي الشارجة اللي يحملون اسم زايد. ما نقول الآن عرضية عالية تتخلص هذه وتبعد، تعود المحاولة مرة أخرى في الجهة اليسرى لمصرعة نادي الشارجة، لكن أيضا عدت ومرت إلى رمية تماس أيضا حول الملعب. فيه الآن وضع لأقوال للشيخ زايد رحمه الله، والله يرحم مؤسس دولتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني دولتنا ووالدنا، الله يرحمه ويغفر له، رحم الله بسمة لا تنسى وقائدا جعلنا من أسعد الشعوب، والله يحفظ الشيخ خليفة وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة ويعطيهم الصحة والعافية، والله يديم علينا نعمتي الأمن والأمان. كرة بتعود الآن في وسط الملعب، شكروف تمريرة في وسط الملعب لمصلحة نادي الشارجة، طويلة أمامية خلف المدافعين لكن وصلت سهلة إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. أيضا من يعني لجنة دوري المحترفين مشكورة على مبادراتها الجميلة جدا اللي تقوم بها في هذا العام وفي العام الماضي في عام الخير، وفي هذا العام في عام زايد أيضا المبادرات مستمرة في هذه الجولة، تكريم الإعلاميين اللي قدموا الكثير للمؤسسات الإعلامية المختلفة يشكرون على هذه المبادرات، مبادرة كانت جميلة أيضا في كأس السوبر. الكرة موجودة الآن بعدما تم تغيير مسمى إلى كأس عام زايد، كأس عام زايد، والوحدة هو اللي توج بهذه البطولة. فاندر فييرا
جابرييل بكل روح رياضيه يعيدها مره اخرى لان فاندر فييرا كان متردد. فاندر فييرا كان متردد ما بين انه يبعدها ساموئيل روزا خلصها من امام، لكن ايضا جابرييل فيرناندو ابعدها بكل روح رياضيه عاده مره اخرى الى حارس المرمى. لفته كانت ولقطه جميله من فاندر فييرا. هذه الكره شوف هنا محمد ابراهيم لحظه السقوط، وبعد ذلك فاندر فييرا كان مترددا يرميها او يعني يبعدها الى رميه تماس، لكن ساموئيل روزا خلصها من امامه، وبعد ذلك عادت الامور ويعود مره اخرى محمد ابراهيم ليكمل مباراه مع زملاء حكم هذا اللقاء، الحكم محمد عبيد، مساعد اول جمعه المخيني ومساعد ثاني محمد العبيدري. بالتوفيق ان شاء الله للطاقم التحكيمي في هذا اللقاء. ربع ساعه والنتيجه مستمره بتقدم لنادي حتى الكره موجوده الان، لكن تتخلص هذه وتبعد. ابطال الزمن الجميل لاعب القرن عدنان الطلياني وهداف العرب عبد العزيز محمد اجتمعوا ووجهوا رسالة يناشدون فيها الجماهير الشرجاوية للتواجد والوقوف خلف الفريق في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. كرة موجودة الآن. يوجه لهم دعم لاعب القرن وهداف العرب. لذلك كان من المتوقع بان نشاهد حضور جماهيري اكبر. الان كما ذكرت الاعداد بدات في تزايد في انتظار ان نشاهد ايضا حضور جماهيري اكبر في هذا اللقاء وفي هذه المباراه. فاندر فييرا، عمر سعيد يرتكب خطا. عمر سعيد ايضا من اللاعبين المميزين مع نادي حتى ومع منتخبنا الوطني للشباب. عمر سعيد كره بتعود الحسن صالح، وقف على كره الحسن صالح يبحث عن زميل، ينقل كره لفاندر فييرا. فاندر فييرا في الجهه اليسرى، عرضيه من فاندر فييرا، لكن الكره عدت ومرت الى ركله ركنيه. ركله ركنيه منقوله عرضيه. تعود مرة أخرى أحمد خميس صاحب الهدف الوحيد. أحمد خميس في المباراة الماضية سجل في مرمى، أو في المباراة قبل الماضية سجل في مرمى فريق السابق نادي العين. الآن أيضا يسجل في مرمى فريق السابق نادي الشارجة. كرة موجودة الآن عدت ومرت إلى رمية تماس. هذا هو ساموئيل روزا، مزعج جدا ساموئيل روزا، اللاعب اللي يدفع المدرب نزار محروس، ودائما ما يكون ورقه مهمه جدا، ورقه مهمه جدا. كره موجوده الان، حسن صالح يوسف سعيد، تمريره شكروب، تدخل بالسلام ان شاء الله، بالسلام ان شاء الله. يوسف سيد سقط على ارضيه الملعب، يعود مره اخرى يكمل مباراة مع زملاء. شوف الكره هذه ما فيها لمسه يد، ما فيها لمسه يد ابدا يا ادريان روبوتان. هنا التدخل اللي كان موجود على يوسف سعيد من عبد الله النوبي، وسقوط على ارضيه الملعب. حكم المباراه التقريب يامر بالاستمرار. شكروب نقلها لمحمد ابراهيم، محمد ابراهيم سقط بالسلام ان شاء الله. محمد جمال هو اللي ارتكب الخطا، اعتراضات كثيره
19 دقيقة الكرة فيها تدخل كان من البداية، لكن حكم المباراة تمر بالاستمرار. نزار محروس وحديثة مع اللاعب البرازيلي جابرييل، واحد أيضا من أهم الأوراق في تشكيلة نادي حتى الآن. كرة ثابتة، كرة ثابتة وضربة حرة مباشرة. كرة موجودة الآن عرضية تتخلص هذه وتبعد، تعود مرة أخرى لأحمد خميس. أحمد خميس مروة تقدم نقلة خلف المدافعين إلى روزا، روزا روزا خطير مهاري مر تقدم انطلق روزا، نقل كرة عرضية وصلت سهلة عند حارس المرمى، وصلت الكرة سهلة عند حارس المرمى صامويل روزا، واحد أيضا من اللاعبين المميزين، سجل هدف مارادوني في مرمى نادي النصر في الموسم الماضي. الآن يبحث بأن يعيد الكرة في مرمى الشارجة، الكرة بتعود الآن والمحاولة نقل إلى سيف راشد، لعيب يا سيف، مروى انطلق سيف، راوغ سيف، مر فيها سيف داخل منطقة الجزاء، مطالبة بركلة الجزاء، حكم المباراة يأمر بالاستمرار يقول ما فيها شيء. تعود مرة أخرى إلى محين، محين الطويلة أمامية عرضية عالية لكن أيضا تتخلص. واحد وعشرين دقيقة والأمور تذهب لتقدم حتى بهدف على الشارجة، لكن الآن ردت الفعل، ردت الفعل، شكروف نقلها أمامية ممتازة لكن أيضا الكرة مبعدة بعد ذلك إلى رمية تماس، رمية تماس. هذا هو اللاعب سيف راشد مهاري، لعيب سيف راشد راوغ بطريقة جميلة، بعد ذلك كانت المطالبة باحتساب ركلة جزاء بعد التدخل اللي كان موجود عليه من حمدان قاسم، لكن لاعب يملك مهارة كبيرة، لذلك منتظر منه عمل كبير في الجهة اليمنى، منتظر منا عمل أفضل. رمية تماس تتخلص وبتعود محين، تسديدة من محين بعيدة. كرة في وسط الملعب، شوف الشارجة مسدد ثلاث تسديدات حتى سدد تسديدتين، تمريرة أمامية بتعود مرة أخرى أيضا فيها تدخل، حكم المباراة يمر بالاستمرار، عادت مرة أخرى إلى حارس المرمى ديدا. يوسف السعيد تمريرة ممتازة من يوسف السعيد، لكن حارس المرمى رائع، حارس المرمى رائع، خرج في التوقيت المناسب حارس مرمى عبد الله اللي يدخل ويعتمد عليه المدرب نزار محروس. كنا نشاهد عبيد ريحان، الكرة موجودة الآن، محاولة فيها تدخل، حكم المباراة يحتسب خطأ، غير راضي ابدا اللاعب فاندر فييرا، لكن مشكله فاندر فييرا يهدر الكرات السهله
ويهدر الفرص السهلة جدا فاندر فييرا. الآن كرة ثابتة، كرة ثابتة، ضربة حرة مباشرة على تنفيذها. الآن فاندر فييرا، فاندر فييرا ضربات الحرة ثلاثة لنادي الشارجة، ولا كرة ثابتة لنادي حتى. هل يفعلها الآن نادي الشارجة ويسجل التعادل؟ فاندر فييرا هل يصنع الهدف الأول؟ فاندر فييرا نقلها، لعبها مباشرة، لعبها مباشرة في المرمى وسجل هدف التعادل. عوض عن الكرة السهلة، يحتمل بهذه الكيفية، كان بأمس الحاجة لهذا الهدف، هو كان بأمس الحاجة لهذا الهدف، لأن بعد ضياعه للكرة السهلة شاهدنا انخفاض في مستواه. الآن سجل وعوض الكرة السهلة بهدف من زاوية صعبة وضعها في شباك الإعصار، والملك يعود إلى المباراة، الملك يعود إلى المباراة ويسجل هدف التعادل، يسجل هدف التعادل بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. لعبها رائعة جدا، ما المسها تحت، راحت في الشباك مباشرة ليأتي هدف التعادل. نعم هدف التعادل يأتي بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. واحد واحد، واحد واحد، نزار محروس، نزار محروس غاضب أكيد على هدف التعادل. ربما الكرة اصطدت في عبد الله النوبي، لكن في النهاية هدف التعادل يأتي. الملك يعود إلى اللقاء ويسجل هدف التعادل. تعود مرة أخرى فاندر فييرا، نقلها إلى شوكروف، شوكروف تمريرة خلف المدافعين، هذه ممتازة، وصلت لمحمد، محمد إبراهيم يعيدها في الخلف. الحضور بدأ الآن يزداد بالنسبة لجماهير الشارجة، كيف لا، واللي وجه لهم الدعوة مين؟ لاعب القرن وهداف العرب عدنان وعزوز، عدنان وعبد العزيز محمد. الكرة موجودة الآن، نجمين مميزين بكل تأكيد، هم من وجهوا الدعوة، لذلك لابد بأن يلبوا الدعوة، لابد بأن يلبوا الدعوة جماهير نادي الشارجة ويسجلون حضور في هذا اللقاء وتواجد في المدرجات ويسعدون اللاعبين بحضورهم، واللاعبين يسعدونهم بالأداء داخل أرضية الملعب. الكرة موجودة الآن، محاولة طالت وعدت إلى ضربة أو إلى رمية تماس، رمية تماس. تمرير أمامية، ينقل كرة في الأمام اللاعب عبد الله النوبي، ساقط على أرضية الملعب. فاندر فييرا، شوف التدخل اللي كان موجود، كرة وصلت الآن أمامية، محاولة بتعود إلى أحمد، أحمد نقلها إلى جابرييل، لعيب لعيب جابرييل مررها بينية، لكن الكرة مرت وعدت إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى. الأمور تبقى مشاهدينا متابعينا في كل مكان مستمرة بتعادل إيجابي بهدف مقابل هدف، واحد واحد في هذا اللقاء. وهنالك شباب الأهلي متقدم على نادي الإمارات بهدف مقابل لا شيء. رمية تماس، محاولة فيها مرور وتقدم من محمد إبراهيم، لكن تتخلص هذه وتبعد. فاندر فييرا
شوكروف وفاندر فييرا المحترف الثالث في دكة البدلاء والرابع طبعا يغيب ويلتون سواريز يغيب عن نادي الشارجة. الكرة موجودة الآن عرضية عالية لكن مرت وعدت من أمام الكل إلى ضربة مرمى الوقت يمر. العنبري قال بأن فريقه تجاوز الخسارة الماضية، كان متقدم على الوصل لكن رغبة الإمبراطور وتألق كايو وليمة في اللحظات الأخيرة قلبوا الطاولة على نادي الشارجة بهدفين لهدف. الشارجة اللي عنده نقاط قوة في هذا الموسم وعنده نقاط ضعف راح نتحدث عنها بعد هذه الكرة. تمريرة الآن إلى جابرييل، يحاول فيها، نقل إلى أدريان روبوتان، عرضية تتخلص هذه وتبعد تعود مرة أخرى. المحاولة في وسط الملعب، تمريرة خلف المدافعين من اللاعب جابرييل، مروة تقدم عند أحمد خميس لكن جابرييل حظا على كرته، عاد في الخلف، تمريرة إلى عمر، سعيد نجم منتخبنا الوطني للشباب، تمريرته أمامية، حق المباراة يمر بالاستمرار، هجمة عكسية مرتدة، محمد إبراهيم حاول فيها، سقط على أرضية الملعب دون أن يحتسب حق المباراة أي شيء. أدريان روبوتان نقل عرضية، الكرة طالت وعدت إلى ضربة مرمى. تمريرات في عمق دفاع المنافس، واحدة من مميزات خط وسط نادي الشارجة، ودائما ما يشكل خطورة على مرمى المنافس إذا نجح هجوم الملك في استغلال هذه الكرات، خاصة أن هجوم الملك يريد إثبات كفائته في ظل غياب ويلتون. لكن على الجانب الآخر الفريق دائما يعاني في ضعف خاصة على الجبهة اليسرى، لأن الوصل نجح من خطف هدفين بطريقة واحدة بكرات عرضية من الجهة اليسرى. الكرة موجودة الآن، تدخل وخطأ بينما نادي حتى فريق اللي الكرات الثابتة بوجود جابرييل اللي يشكل تهديد بتسديدات الصاروخية أو الاعتماد على روزا، طول القامة والمهارة اللي يمتلكها اللاعب روزا بالكرات الثابتة. بالمناسبة حتى لم ينجح في أن يخرج من أي مباراة بشباك نظيفة، يعني زار محروس ما عنده ولا كلين شيت، لم ينجح أبدا بسبب طبعا التغييرات المستمرة في خط الدفاع، التغييرات اللي فرضتها الإصابات والإيقافات. الكرة موجودة الآن، محاولة بالرأس تتخلص هذه وتبعد تعود مرة أخرى، تمريرة لأدريان، محاولة تتخلص وتعود إلى يوسف، السيد يعتمد عليه المدرب في هذه المباراة ويشرك كأساسي، هذا هو اللاعب يوسف، السيد في الخط الخلفي، موجود أيضا بجانب محمود حسن واحد من اللاعبين أصحاب الخبرة، عبد الله النوبي في الجهة اليمنى، وفي الجهة اليسرى موجود اللاعب حمدان قاسم، هذا رباعي الخط الخلفي مع نادي حتى في هذا اللقاء. كرة موجودة الآن، سيف راشد لعيب راح يمر، لا حمدان أمامه، خلص الكرة وأبعدها إلى رمية تماس لمصر عند نادي حتى. حمدان قاسم من اللاعبين اللي لعبوا لنادي الشارجة، وعنده أيضا شقيقة محمود قاسم. حمدان صغير في السن، 98 ولد، عنده فقط 20 عام، 13 مباراة لعب في هذا الموسم وعنده 3 بطاقات صفراء. كرة موجودة الآن، محاولة، بالمناسبة حمدان قاسم
في مسيرته في عالم الاحتراف، وهو بدأ يشارك في موسم 2011-2012 عند 3 أهداف، سجل هدف في أول موسم وفي ثاني موسم وفي هذا الموسم، أو في الموسم الماضي عفوا، في الموسم الماضي مسجل، في هذا الموسم ما سجل. حمدان قاسم، 10 دقائق وسيزل الستار على شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نقلة أمامية، محيد خطا يحتسب علي نادي حتى. هذا هو احمد خميس، واحد من اللاعبين المميزين. احمد خميس بدا مع نادي الفتيرات ثم انتقل في صفقه انتقال ثلاثيه كانت لو تذكرون في السنوات الماضيه، رحل ليرتدي قميص نادي العين مع احمد معضد وهلال السعيد. الان احمد خميس يرتدي قميص نادي حتى، ارتدى قميص الشارده، ارتدى قميص الاهلي. الكره موجوده الان، محاوله وصلت لسيف، نقلها عرضيه تتخلص هذه وتبعد تعود مره اخرى لجابرييل. اماميه سانتو مررها ممتازه لسيف، سيف راشد في الجهه اليمنى، سيف نقل كره عرضيه عاليه لكن خلصها وابعدها المدافع عبدالله النوبي. عبدالله النوبي هو اللي خلص مرمى من كره عرضيه خطيره جدا لو وصلت هذه لفاندر فييرا، لكن الكره مرت وعدت الى ضربه ركنيه. ضربه ركنيه، هنا المطالبه بخطا، كان يطالب باحتساب كرة ثابتة منقولة، هذه عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة بالرأس لكن عدت ومرت، عدت ومرت إلى ركلة ركنية أخرى. يضغط نادي الشارجة يبحث عن بأن يسجل هدف التقدم. تشوف التمريرة وصلت قصيرة إلى سيف لعيب، لعيب سيف مساعد مدرب المنتخب سليم عبد الرحمن، موجود في المدرجات يتابع هذه المباراة. وربما ألبرتو زاكيروني اللي تحدث وقال بأن منتخبنا يحتاج إلى دماء جديدة، هذا اللاعب مميز سيف راشد. منقولة عرضية لكن تتخلص هذه وتبعد، عادت ومرت إلى رمية التماس. سيف راشد من الأسماء الممتازة اللي يستحق بأن يكون له حضور وتواجد مع منتخبنا الوطني في الفترة القادمة، ومنتخبنا في أمس الحاجة للجميع. نحن مقبلين على بطولة كأس الأمم الآسيوية اللي راح تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تقريبا 11 شهر من الآن. لذلك نادي الشارجة الملعب البيضاوي يتم تجهيزه لاستضافة مباريات كأس الأمم الآسيوية في 2019 بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ بطولة كأس الأمم الآسيوية. الآن كرة ثابتة، محاولة وصلت هذه لجابرييل، عدت عدت غريبة جدا، غريبة جدا. فاندر فييرا نقل كرة عرضية على طبق من ذهب لكن مرت الكرة من أمام المدافع اللي يدفع بها العنبري في هذا اللقاء، ومرت أيضا من أمام محمد إبراهيم، مرت من أمام حمد جاسم ومن أمام محمد إبراهيم، ضاعت الكرة فيها رمية تماس. لكن إن بقيت الأمور هكذا أعتقد بأن نادي الشارجة بإمكانه أن يضيف هدف آخر، أن يسجل هدف التقدم. ونوايا كانت واضحة من البداية بعدما أهدر كرة
سهلة جدا في الدقائق الأولى. الكرة موجودة الآن، محاولة فيها تدخل حكم المباراة يمر بالاستمرار، تعود الكرة، هجمة عكسية لجابرييل نقلها في الأمام، تتخلص هذه وبتعود ليوسف سعيد، يوسف سعيد تمريرة فيها أيضا إبعاد بعد ما اصطدت الكرة بقدم اللاعب محمد إبراهيم. محمد إبراهيم سجل هدف في مرمى نادي عجمان، الآن يبحث بأن يسجل أيضا هدف في هذه المباراة وفي هذا اللقاء، يقود من خلاله نادي الشارجة للتقدم في هذه المباراة. كرة بتعود الآن، محاولة وصلت إلى حسن صالح، الحسن صالح نقل إلى يوسف، إلى الحسن، الحسن وقف على كرته، يبعد عن زميل، أعاد إلى يوسف، يوسف السعيد، يوسف السعيد يطالبون بالتسديد، نقلها أمامية، لا هي تسديدة ولا هي عرضية، وصلت سهلة عند حارس المرمى عبد الله القميش اللي ينقلها في الأمام إلى حمدان، حمدان قاسم إلى عمر سعيد لاعب منتخب الوطني للشباب، عمر سعيد ومنتخبنا الوطني للشباب الآن يبحث عن مدرب بعد رحيل المدرب اللي قاد منتخبنا الوصول لبطولة كأس الأمم الآسيوية للشباب في هذا العام بعد تقريبا 7 أشهر. البطولة اللي راح تقام هنالك في أندونيسيا بعدما تصدرنا المجموعة اللي كانت تضم المنتخب العماني والبحريني ومنتخب قرغستان. كرة موجودة الآن أمامية لكن عادت ومرت إلى رمية تماس، هذا هو لاعب جابرييل فرناندو، لعيب جابرييل فرناندو من أبرز الانتدابات بل من أهم الانتدابات بالنسبة لنادي حتى اللاعب اللي قدم إضافة في وسط الملعب، ومن من من اليوم الأول، من اليوم الأول إنذاره كان شديد اللهجة لكل الأندية بعد ما سجل هدف جميل في مرمى العين في بطولة كأس الخليج العربي في تلك المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. هذا اللاعب سجل هدف من كرة ثابتة، جابرييل فرناندو الآن موجود في هذا اللقاء، منتظر منه عمل كبير. الكرة موجودة الآن، تمريرة خلف المدافعين مرت وعدت إلى ضربة مرمى. آخر مباراة ما بين الفريقين في دوري الخليج العربي انتهت بانتصار لنادي حتى 3-2. سجل اللاعب سبيل المدني وسجل ايضا فرناندو جابرييل وسجل ويلتون سواريز في تلك المباراة وعمر جمعة. كرة موجودة الآن أمامية لكن أيضا فيها تدخل وحكم المباراة قريب يحتسب خطأ، يحتسب خطأ. هذا هو اللاعب أحمد خميس صاحب الهدف الأول في هذه المباراة، هدفين في هذا الموسم. تمريرة لفاندر فييرا، فاندر فييرا مروة تقدم، فاندر فييرا في الجهة اليمنى مهاري، لعيب راح راوغ تقدم سدد لكن حارس المرمى، حارس المرمى يمسك الكرة الماضية بكل ثبات. لقطة تلقى موجة من التصفيق من المدرجات بعد هذه المراوغة الجميلة والتسديدة، لكن عبد الله القميش كان موجود في المكان المناسب أمسكها بكل ثبات. تمريرة الآن أدريان روبوتان نقلها إلى روزا يحاول فيها لكن أيضا الإبعاد يأتي من حمد جاسم، حمد جاسم لاعب يجد الفرصة اليوم، حمد جاسم يعطيه الفرصة المدرب عبد العزيز العنبري، واحد أيضا من الأسماء ومن اللاعبين صغار السن. الكرة موجودة الآن عرضية عالية خطيرة والثاني، نعم فعل هاروزا في الذهاب ما سجل لكن الآن في الإياب لابد بأن يضع بصمته، لابد بأن يضع بصمته. كرة عرضية وصلت إلى سامويل روزا وروزا ما كذب خبر، سجل الهدف الثاني لحجة والإعصار يعود للتقدم، الإعصار يعود للتقدم، 10 أهداف سامويل روزا وهدف الأول في هذه المباراة والثاني أهداف حتى. أصبحت النتيجة 2-1 في مباراة فيها فرص، فيها محاولات، فيها كرات جميلة من جانب
الفريقين. شوف الكرة العرضية، إذا ما سجل يصنع، إذا ما سجل يصنع. لعب الكرة لمواطنة، لعب سامويل روزم، وسامويل روزم وضعها بالشباك ليسجل ثاني أهداف نادي حتى. شوف الأسيست الجميل من فرناندو جابرييل اللي يصنع الهدف الثاني، ونادي حتى يعود للتقدم بهدفين لهدف. الكرة بتعود الآن، دقيقتين وقت محتسب أداء ضعيف في شوط المباراة الأول. كرة موجودة، أدريان روبوتان نقلة لكن بدون عنوان. عادت مرة أخرى الكرة إلى رمية تماس، لا نعم رمية تماس، حمدان قاسم. عادت مرة إلى رمية تماس. دقيقتين عن وقت وانت سبد الرضايع. شوف امتلاك الكرة أكثر لنادي الشارجة. منقولة المحاولة والكرة العرضية، لكن عدت مرة إلى ضربة مرمى. هنا إعادة للهدف، كانت المطالبة باحتساب. رمية تماس لنادي الشارجة. سامويل روزا. يوسف سعيد. تعود المحاولة لشكروف خلف المدافعين من شكروف، نقلها إلى سيف راشد لكن الكرة تتخلص. حكم المباراة يناظر ساعته، صوت الحق ارتفع. الكرة موجودة الآن في الجهة اليسرى للاعب يوسف سعيد، وصافرة نهاية شوط المباراة الأول مشاهدينا ومتابعينا بتقدم لنادي حتى على نادي الشارجة بهدفين لهدف. استراحة قصيرة وعودة مرة أخرى مع بداية شوط المباراة الثاني، إلى اللقاء. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. من 500 رحلة كل يوم، طيران الإمارات تجمع العالم كله عبر دبي. سافروا مع طيران الإمارات لعالم من الأوقات الممتعة. فؤاد الأخضر العالمي في كأس العالم، والصاروخي الصائد للشباك. فؤاد أنور قلب الوسط السعودي ومحبوب الجماهير السعودية، نجم لا يأفل. في يوم الاعتزال يودع كل العشاق عندما يتلاقى نجوم الدوري السعودي مع نادي القرن الأهلي المصري. مباراة اعتزال فؤاد أنور في هذه الأوقات على قناة أبوظبي الرياضية. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.
كان في المباراة الأولى شباب الأهلي تقدم بهدف للا شيء سجله إسماعيل الحمادي في الدقيقة 18 بعدما تابع تسديدة وليد عباس التي ارتطمت بالعارضة. أما في المباراة الثانية يتفوق حتى على الشارقة بهدفين لهدف سجل أحمد خميس الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بتسديدة لم يحسن ديدة التعامل معه. وعادل فييرا للشارقة بركلة حرة حولها عبد الله النوبي بالخطأ في مرمى. وفي حين أضاف حتى الهدف الثاني عن طريق صمويل روزا بضربة رأسية. أبرز تفاصيل الشوط الأول بعد الفاصل.